في فيديو النهاردة هنعمل كيك الشاموا. هي كيك لذيذة وسهلة وطريقتها بسيطة من غير فرن خالص. الكيكة دي تشبه كيكة قدرة قادر بس من غير فرن ولا بيض ولا زيت ولا سمنة. أول حاجة ده كيك شوكولاتة جاهز من السوبر ماركت، وممكن برضو لو أي كيك عندنا في البيت بايت مثلا مش هيقول لأ. برضو بنفتفته كده في صينية، بعدين برصه كويس وبضغط عليه بإيدي كده لحد ما يبقى كله متساوي بالشكل ده. بعدين بشربه كده بلبن خفيف، حوالي نص كوباية لبن ساقع بس، هسيبه على جنب واحضر الطبقة التانية. في حلة على النار هنزل بكوبايتين لبن وكيسين كريم كراميل، هقلب لحد ما القوام يتقل معايا كده بالشكل ده. بعدين هرفعه من على النار وهسيبه يهدى خالص على جنب. هحضر بقى اخر طبقة معايا في الخلاط، هنزل بحوالي علبة بسكوت سادة او على حسب حجم الصينية عندكم، بضيف عليهم علبتين قشطة كبار. بعدين هنزل بالكريم كراميل اللي حضرته، هضربهم كويس مع بعض لحد ما ينعموا خالص. لازم يبقى الخليط ناعم جدا كده وكريمي بالشكل ده كده. بعدين هنزل بيه على الكيك، هوزعه كويس وهدخله التلاجة ساعتين تلاتة كده يمسك نفسه ويسقع. هنا بعد ما خرجتها من التلاجة رشيت عليها كده على الوش كاكاو خام للتزيين بس، ممكن من غير حاجة خالص، وممكن بصوص الكراميل اللي بيجي مع الكيس في العلبة، وممكن شوكليت صوص او فاكهة براحتكو. بس دي الطريقة التقليدية بتاعت كيك الشاموا، انا بعمله برضو بالفاكهة وبالشوكليت وبصوص الكراميل اللي بيكون جميل جدا برضو. عادي دي حركتكو والتزيين، تشكلوا فيها زي ما انتوا عايزين. جربوها هتعجبكو بألف هنا.